افتتح سعادة عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة قطر 2016، والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار المضي قدما معا. إن هذا المؤتمر الذي يعتبر الثاني من نوعه على مستوى العالم والأول في دول مجلس التعاون يحظى بأهمية كبيرة نظرا لأهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها في ظل ما تتعرضه المجتمعات من أمراض، إضافة إلى المخاطر التي تحيط به، مما يؤكد على أهمية التعاون ومدى التداخل بين طب الطوارئ والصحة العامة. إننا في دولة قطر نسعى إلى أن تكون الخدمات الصحية شاملة وتعزز شعار مؤتمركم معا نمضي إلى الأمام، والذي يعكس المفهوم المتكامل للرعاية الصحية، حيث نعمل خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة على التركيز على الوقاية من الأمراض وتحسين صحة الأفراد ولياقتهم، مما يساهم في تقليل تعرضهم للأمراض والحفاظ على صحتهم. ومن بين الموضوعات التي يناقشها المؤتمر الأمراض المعدية والصدمات النفسية وطب الأطفال وطب الكوارث والتمريض في قسم الطوارئ والعديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بطب الطوارئ والصحة العامة. ويصاحب المؤتمر معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية. يذكر أن المؤتمر يقام بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين من جميع أنحاء العالم من منظمات الصحة العامة وطب الطوارئ. بعد يومين عقد خلالهما أعمال المؤتمر الإقليمي بشأن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، عقد مؤتمر صحفي، وذلك للوقوف على البيان الختامي للمؤتمر، حيث دعا المؤتمر الإقليمي المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. نعتقد أن هذه الوثيقة ستصبح نقطة الانطلاق لصياغة الاستراتيجية العربية التي بدأنا العمل فيها مع زملائنا في جامعة الدول. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز إدماج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات والبرامج. وكان قد حضر المؤتمر الإقليمي أكثر من 250 مشاركاً ومشاركة من عدد من المنظمات الإقليمية. تقرير آخر يؤكد مجدداً مكانة قطر كدولة صاعدة بسرعة قياسية إلى مصاف دول العالم المتقدمة، فقد اعتبر صندوق النقد العربي إن قطر هي أفضل الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد الإداري، تليها الإمارات العربية المتحدة فالكويت. واحتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً وفقاً لتقرير تنافسية الاقتصادات العربية الذي يصدره الصندوق، والثانية على مستوى المجموعة من خلال تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. كما حققت قطر تحسناً في مؤشراتها الفرعية على أكثر من صعيد، من ذلك مثلاً مؤشر العائد على الأصول ومؤشر نمو الأصول الأجنبية ومؤشر القروض المتعثرة. وذكر التقرير الذي يستعرض مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية بأن قطر نالت المرتبة الأولى عربياً في تقرير التنافسية العالمية الأخير. يشار إلى أن التقرير يستعرض قطاعات رئيسة تظهر أن السياسات الكلية الفعالة ينتج عنها نمواً اقتصادياً مستداماً وتحقيقاً للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار وخلق فرص العمل وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في إطار سعيها الدائم للتواصل مع المجتمع وإطلاعه على مستجدات مهنة المحاماة والتحديات التي تواجهها، نظمت جمعية المحامين القطرية ندوتها الثقافية الأولى التي تتناول قانون المحاماة الجديد المقدم من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إقامة مثل هذه الندوات هي لتبيان المواد التي نختلف فيها مع وزارة العدل. نحن لا نختلف اختلاف كامل مع وزارة العدل في مشروع القانون، ولكن في بعض المواد هي التي لا تصب في مصلحة المحامي، هي التي نحن مصرين على أن نحن نوقف هذه المواد وبالتالي نغيرها إلى مواد تصب في مصلحة المحامي. وتعتبر هذه الندوة خطوة أولى ستليها خطوات لاحقة للبحث في قانون المحاماة الجديدة والسعي إلى إيجاد مقترحات لتطوير بنوده تماشياً مع المتطلبات والمتغيرات المتسارعة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية. من منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين، أطلقت شركة وقود نظام فواتير جديدة يضمن عدم التلاعب بالفواتير. وقد دعت الإعلاميين لتعريفهم بآلية هذا النظام. نظام وقودي نظام متكامل للدفع الآلي في كل محطات وقود. حالياً تم تنفيذ المشروع على 31 محطة، يوفر خدمة ضخمة جداً لعملاء وقود، منها تحديد نوع المنتج، منها استلام رصيد عند انتهاء التعبئة، منها التحكم في المبالغ المستهلكة شهريا. في نفس الوقت نظام حماية مرتفعة جدا وحائز على عدة جوائز مقر ومعتمد من عدة دول أوروبية. النظام بسيط جدا، النظام عبارة عن شريحة ذكية يتم تركيبها في كل سيارة. الشريحة هذه فيها تعرفة بالكامل لصاحب السيارة، نوع الوقود، أماكن تعبئة الوقود. الشريحة هذه ما لها أي علاقة أو أي اتصال بكهرباء السيارة أو ديناميكية السيارة. في نفس الوقت لكل عميل بيكون عنده حساب، تدرج تحت الحساب هذه جميع السيارات اللي يمتلكها، يقوم بتحديد نوع المنتج، يقوم أثناء التعبئة لا تحتاج إلى أي جهاز آخر، مجرد بدأ في تعبئة الوقود ومن ثم يبتدي اختصام المبلغ من رصيد العميل. وتأتي هذه الخطوة التزاماً بتوجيهات من وزارة الاقتصاد والتجارة التي أصدرت تعميماً إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها.